هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. السلام عليكم. أولا تحية كبيرة لجميع العساكر داخل الوطن وخارج أرض الوطن. وكنحييو اللعابه وكنشكر انهم وصلوا لهاد المرحله هذيك. في نفس الوقت اننا باقي ما درنا حتى شي حاجه الدراري، بديتو زوين غادي نكملو زوين ان شاء الله. كاين ان شاء الله حضور جماهيري قوي اللي غادي يكون اليوم ان شاء الله، اللي غادي يكون غدا ان شاء الله في الملعب. دونك جبتونا حتى لهاد المرحله هذه، ما كاينلاش انكم باش ترجعوا اللور زيدوكم لقدام. الجمهور ان شاء الله مازال غادي معاكم ومازال حنا من موراكم. مازال عندنا منافسات على كاس العرش، على كاس العرب، على العصبه، وحنا الاولين الحمد لله ان شاء الله في البطوله، ومازال ان شاء الله البطوله ديالنا. دونك جبتونا لهاد المرحله هذه، نتمنوا ان شاء الله باش على الاقل ندي واحد لي دوتي يدخلها كاع حتى تخوا كاع ان شاء الله. تحيه كبيره لكم. اللي بغي نقول اننا في الوقت اللي انا كنقولوا كسبنا لواحد اللاعب اللي هو محترف وتبارك الله مازال صغير، تكنيك مو مزيان اللي هو رضي سليم. الخطا اللي درتي في الجزائر انه واحد الخطا اللي جسيم بطبيعه الحال. ف ان شاء الله نتمنوا غير التعاون ان شاء الله، يعني غدا ان شاء الله كونتر الفريق الجزائري. وكنبغي نحييك ونرحب بجميع جميع الجزائريين وجميع جماهير الجزائريه هنا في الرباط. مرحبا بكم ما بين خوتكم، وان شاء الله الكاليفيكاسيون كاينه 3-0 ان شاء الله. عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحيه الجماعه اول حاجه، تحيه الجماعه العسكريه. وثاني حاجه مرحبا بخوتنا الجزائريين هنا في الرباط، رخاوه الحمد لله ما بيناتنا عداوه. مرحبا بهم خوتنا، حيت مشاو الدراري ديالنا لهنا كبروا بهم احسن معامله. اي دار كبروا بالدراري خوتنا، فيهم ولاد خالتنا، فيهم خوتنا، شعب واحد. مرحبا بكم، ديورنا محلولين لكم الشعب ديال الجزائر. مرحبا. السياسه كتبقى بوحدها، حنا خوت لغه واحده، دمنا مغربي ودمنا عربي. ثاني حاجه كنبغي نوجه واحد الرساله للعابه ان شاء الله. رضا سليم ترجل معنا الله يجازيك بخير. حنا مسحنا داك الخطا اللي درتي، راك الجماهير العسكريه كامله عارفه داك الشيء باش خديتي ورقه حمراء. ترجل معنا ونتمناو الرباح. وتحيه للجماهير العسكريه وتحيه للشعب الجزائري. السلام عليكم، تحيه لكم. على كل حال كيف كنشوفوا عمليه بيع التذاكر متواصله من اليوم الخميس، متواصله الحمد لله. كاين الرقم 24 تقريبا قريبين في الفلات، باقي متواجده جميع المراكز بيع التذاكر. الحمد لله كاين حفله كبير وغدا ان شاء الله اخر نهار في التذاكر، ودعم للجماهير العسكريه باش يكملوا على الانضباط اللي فيه والمسيره اللي بداوا من بدايه الموسم. والحمد لله دابا حنايا عندنا هذا الموسم استثنائي على يعني على باقي المواسم. حنا كنتعلم جد لينا باقي كنلعبوا على اربع واجهات، وان شاء الله باذن الله نبدا لنا اللعابه باش من الدقيقه الاولى يدخلوا داخل على الخصم. وحنا كجماهير بدات على الخصم الكره عند الخصم، صفار الكره عند اللاعبين ديالنا كنشجعوهم. وعندنا جماهير كثيره اللي جايه من مناطق اخرى بعيده، التذاكر ديالهم كاين من مراكش، من الدار البيضاء، من العيون، كاين اللي جاي من فرنسا. عندنا واحد بعد اللي بيجي من فرنسا، غتلقاو لهم ان شاء الله باذن الله. عندنا هنا اقرا ان شاء الله من مدينه خدمات ان شاء الله مع شي ثلاثه، غنمشيو ان شاء الله لفاس، غنجيبو ان شاء الله الاخوه العساكر فرنسا نجيبوهم ان شاء الله. وديما عسكر. النتيجه 3-0. الاشكال كبير على تذاكر مباراه الجيش الملكي واتحاد العاصمه الجزائري. تنتمنوا من الجمهور فريق الجيش الملكي يساند الفريق ديالو من اول دقيقه حتى لاخر دقيقه، حيت مباراه صعبه وجايين بهزيمه 2-0. خصنا نديروا الموريل تاداق باش نرجعوا في النتيجه ديالنا. ونتمنوا من الجمهور يساند وما يهتزش لعابه الفريق الجيش الملكي من الدخله، ما تصفيقات وتشجيعات باش اللعابه المورار ديالهم يطلعوا باش هما يعطيو 90% ولا 100% اللي عندهم باش تكون المباراه صالح فريق الجيش الملكي. عندنا الحساسيه مع الفرق الجزائريه، نتمنوا من الله من فريق الجيش الملكي يحسن حسن الظن ديال هذا الجمهور الكثير اللي تيجي يساند فريق الجيش الملكي. والملعب غيكون عامر على اخره، حيت الجمهور من يوم الخميس والجمعه والسبت والاحد الوقت ما تجي تتقى التذاكر هاك هذا الناس باقا تجي، والتذاكر غيبقاو غدا اليوم الاحد حتى الساعه 6. ونتمنوا من الله من الفوز فريق الجيش الملكي بنتيجه 3-0، ونحسبوا التاهل ان شاء الله، والجمهور العسكري يخرج كله فرحان. جينا ناخذوا التذكره ديال المقابله ديال فريق الجيش الملكي واتحاد العاصمه. الحمد لله لقينا اقبال هنايا، كنشوفوا انه كاين اقبال كبير على التذاكر. كنشكروا الاداره حيت دارت بزاف ديال النقط ديال البيع. بالرجوع الى المقابله، كنتمنى ان الفريق الجيش الملكي انه يحسم المقابله بنتيجه 3-0 او 4-1 كيف ما معروف هنايا في مدينه الرباط.
ورساله الى اللاعبين، كنتمنى انهم يثيقوا في نفسهم لانهم هما الاولين في البطوله وباقيين منافسين، يعني منافسين على كاس العرش وباقي منافسين في كاس العرب، يعني خصهم يشوفوا راسهم ابطال من دابا، خاص باي طريقه ان شاء الله غادي نتاهلوا. وبالنسبه للمدرب كنتمنى انه يدخل شي ترسانه مزيانه ويحاول انه يلعب على لي شونجمون عندنا مزيانين، خاص غير يعرف يوظفهم حيت راه عندنا لاعبين تبارك الله كبار، هذا الشيء اللي كاين. وشكرا بزاف، وان شاء الله النتيجه غادي تكون 3-0، وكنتمنى ان الجمهور يجي قبل المقابله بساعه ولا ساعتين غير باش يعني نحفزوا اللاعبين قبل ووسط المقابله ان شاء الله. السلام عليكم. بعدا ديما الجيش الملكي، راه انت مخلي الاوراق، مشى غادي بالوراق وشد مخلي الدار ومخلي الخدمه ومخلي كل شيء، وان شاء الله بغينا اللعابه يترجلوا معنا، بغينا نجيبوا هذا الماتش وتكون شي حاجه مميزه في المدرجات، الكروفات حتى تقاتلوا، البلاك تي تقاتلوا، والاطراع العسكري تي تقاتلوا ويترجلوا معنا ان شاء الله نجيبوا الماتش. الله يسهل عليكم الدراري. وديما عسكر مدرب، احنا باقي نصبرين معاه، باقي ما شفنا والو، راه تنشوفوا النتيجه حتى لاخر العام، عاد نهضروا على المدرب. واخا هكاك راه باقي ما شفنا حتى شي حاجه، هاد الماتشات الاخر ماتشات راه والو زيرو، راه ما لعب ما حتى شي حاجه، يلعبوا معنا كما لعبوا معنا الماتش الاولاني، الماتش من الاول يلعبوا معنا. الله يرحم ليهم الوالدين. وديما عسكر. السلام عليكم، تحياتي خويا، تنبغي نبلغ تحيه للجماهير العسكريه، والحمد لله شي هاد التحفيزات والجمهور راه موتيفي، يعني فهمتيني راه غدا غيكون واحد الحضور جماهيري قياسي، وعندنا واحد الماتش اللي غدا غنلعبوه بالنسبه لينا حنا راه فينال هذاك، فهمتيني خصنا نربحوه باي وسيله، والمشكله هي اننا خاسرين بجوج زيرو، يعني يكون عندنا واحد الصعوبات، وكاع حنا تايقين في الفرقه ديالنا، فهمتي تايقين في الفرقه ديالنا، ان شاء الله راه غنربحوا 3-0. وحنا راه هاد الماتش هذا خويا راه جمهور عسكري، راه ماشي نعش راه باش نكونوا تذاكر، ما لقينا حتى شي صعوبه فيهم هما موجودين خويا، غتادي الواجب ديالك، غتاخذ التذكره ديالك وغتدخل بسهوله، يعني ما كاين لا مشكل لا والو، فهمتيني هادشي اللي كاين اخي. وعلى حبك لاموني كلشي خدو حق يزيدو، خلي العيش ما باسيو كيا تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.